أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: كثر الكلام عن الإمامين الجليل الحافظ ابن حجر والنووي فيما وقع فيه من أخطاء. والله صحيح أنه ما كثر الكلام، لكن كثر الكلام. الكلام ما كثر. هل ترى أن هذا مستفيضا في من جاء بعد ابن حجر والنووي من العلماء أنهم اشتغلوا بتعيين هذين الرجلين وما هي حالة؟ ما أحد تكلم، لكن جاء قوم فالتفوا التفافا معينا وكثروا الكلام في هذين الرجلين. وإلا إذا قيل كثر معناه أنه من جاء بعد ابن حجر وبعد النووي من العلماء قضية ابن حجر دائما أمامهم، لا بد يعلق على ما في أحد تتبع قضية ابن حجر هذا. ثم أن الأخ الذي يسأل، مع الاحترام لسؤاله والتقليل لسؤاله، وليس الجواب يوجه إليه، إنما يوجه لمن كان على هذه الحال. ابن حجر والنووي ليس لهم اختصاص، بمعنى أن الحالة التي عليها ابن حجر والحالة التي عليها النووي، ابن حجر طبعا أقرب وأكثر تقيد بالنصوص والآثار وأسلم من المادة الكلامية من النووي رحمه الله وفي كل خير. القصد أن هذين المثالين هما شافعيان كما تعرف، لهما مثال كثير في الشافعية، يعني أمثال ابن حجر في الشافعية كثير، الذي متأثر وهو أثري في الجملة. أمثال النووي في الشافعية كثير، بل وفي الحنابلة وفي المالكية وفي الحنفية. فإذا ما معنى التخصيص لهذين؟ إنما قد يكون مجرد التخصيص أنهما شرح البخاري ومسلم، هذا أمر ليس موجبا للتخصيص، فإن الكلام في الديانات واحد. فالقصد أن قول الأخ كثر، أنا أقول إن شاء الله أنه ما كثر، والحافظ إمام وحافظ ومجتهد إلى آخره، لكن ليس محققا في باب الأسماء والصفات. والنووي كذلك ليس محققا، وعنده تقصير أشد من تقصير الحافظ ابن حجر. إذا قيل أين نضعهما، قيل هذه المسألة أساسا ليست من ما كلف الإنسان به، أين يضع الناس، في اليمين أو الشمال؟ هذا فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا حكم الله، وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال هذه أحكام الله. الرجل بظاهره النووي وابن حجر من أهل السنة والجماعة، متأثرون بالأشعرية متأثرون، لكن ليسوا أشاعرة. الأشعري الصرف مثال محمد بن عمر الرازي، أمثال أبي المعالي الجويني، الذين نصبوا نظما كلاميا مطردا للأصول الأشعرية وخالفوا بها إجماع أهل الأثر. نعم، أحسن الله عليك.